أخالف قول الشاعر من يقول إن الفتى من قالها أنا ذا وليس الفتى من قال أبي هذا أبي. أنا أعارض أو أختلف في هذا الرأي. ليس الفتى من قال أبي وإنما من قالها أنا ذا. ليس الفتى من قالها أنا ذا بل الفتى من قال هذا أبي. أنا أعارض. أولا كل شخص عنده امتدادات تاريخية وعشائرية وعائلية وقبيلته وأهله وبلده. وأنا أعتبر هذه الامتدادات هي الجذور الحقيقية اللي يحتاج عليها الإنسان. يعني ماكو إنسان ينكر إلى أصله. فأنا من أقول ضياء الخيون يعني أنا سليل العائلة مثلا. أو حضرتك مثل من تقول أستاذ جلال النداوي أنت منحدر من عائلة يعني. فاللي ما ينحدر من عائلة يعني ما عنده أصل. إحنا في تعريفنا يعني العشائري باللغة العربية. أنا ضياء حبيب الفارس حسن الخيون من عائلة آل خيون اللي نزحت طبعا هم من السعودية أصلا من اليمن بالضبط بالتحديد وسكنت الجنوب جنوب العراق جنوب العراق. وكانت العائلتين المتنفذة في جنوب العراق هي آل خيون وآل السعدون ومعروفة لكل القاصي والداني. أنا أبي أو والدي حبيب فارس حسن الخيون اللي هو عم يصير الشيخ سالم الخيون ووالدتي هي بنت سالم الخيون. فولدت في كنف هذه العائلة وتربيت في مضيف آل خيون. يعني كان والدي شيخ عشيرة. تدري احنا ننتمي الى قبيلة بني اسد احنا كعائلة آل خيون احنا مشايخ بني اسد. تمام. وجدي يسمى امير قبيلة بني اسد اسوى بالقبائل الكبيرة مثل شمر احمد عجيل الياور هو وهكذا. أنا ابن هذه العائلة وسليل هذه العائلة وتربيت على مبادئ وأخلاق وأعراف العشيرة والنعم إلى أن أكملت دراستي الثانوية والتحقت بالوظيفة كانت غير وظيفة حكومية. تعينت في 1960 في البنك اللبناني المتحد.